إن كنتم الكتلة الأكبر لاستطعتم تمرير ما تريدون تمريره يوم أمس في جلسة أمس، المنطق يقول ذلك، ولكنكم لم تستطيعوا تحقيق ذلك، لهذا لا يمكن اعتباركم الكتلة الأكبر. هذه نقطة. النقطة الأخرى أشار إليها السيد محمد السامري وهو أستاذ في القانون الدستوري، قال إنه لا يوجد نص قانوني أو دس في الدستور العراقي يتحدث عن تكليف كبير السن لنائبه لبديله الأول أو لبديله الثاني، ولا يوجد نص قانوني يسمح لكبير السن بتحديد من هي الكتلة الأكبر. واجبات رئيس السن في البرلمان هي فقط إجراء عملية التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه فقط، هذه هي واجباته التي نص عليها القانون والدستور، غير ذلك هو يعتبر غير قانوني. نعم سيد أحمد. نعم، نحن ككتلة أكبر لم نقف ضد الحلبوسي، بل هنالك اسمان مرشحان لتولي المنصب والتصويت مفتوح لجميع النواب الحاضرين، هذا شيء يجب أن نؤكد عليه. نحن نعترض على الآلية التي حصلت. أما بخصوص تكليف كبير السن، أنا لا أقول بأنه هو القانون، لكن إذا كان كبير السن موجود وطلب الخروج من القاعة ومن ثم العودة، هل يستطيع النائب الثاني أو الاحتياط الثاني، أو هل يحق للاحتياط الثاني بأن يدير المهام؟ أقول لك لحظة، طلب الخروج من القاعة شنو هي؟ وين قاعدين احنا؟ يعني برلمان والدنيا من الصبح قاعدين، النواب جايين يرددون القسم، تشكيل حكومة، هي وين؟ الله يخليك. حصل أمر طارئ، خرج من القاعة، ذهب للمستشفى، شنو يبقى الجلسة مفتوحة؟ هذا مخالف للقانون ومخالف للدستور ومخالف لتعليمات المحكمة الاتحادية. بالمناسبة هذا ليس مخالف للقانون، تستطيع الجلسة الأولى إذا لم تغلق تبقى مفتوحة وتستمر لمدة 7 أيام، يستطيع، شرط أن تبقى الجلسة مفتوحة إذا لم يصلوا إلى مغافر. هذا هو القانون. نحن يا أخي العزيز نقدر على آلية. لحظة، هذه نقطة لحظة لو سمحت سيد محمد، يقول النص القانوني يسمح لإبقاء الجلسة مفتوحة. لا، لأن هذا الموضوع حسمة المحكمة الاتحادية وصدرت قرار أنه لا يجوز جعل الجلسة الأولى مفتوحة، وهذا الموضوع حسم. لا يجوز جعل الجلسة الأولى مفتوحة، قرار المحكمة الاتحادية، نقطة رأس سطر سيد أحمد. لا يجوز. عندك إشكالية ذي المحكمة الاتحادية رح نناقشها، يعني هاي قرار المحكمة الاتحادية اللي اعتمدتوا عليها أنتم في دولة القانون في الدورة الانتخابية الأولى للسيد المالكي أو الثاني للسيد المالكي ولجأتم إلها. فلننتظر قرار القضاء ونحتكم جميعنا له. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد السوداني عضو ائتلاف دولة القانون، كنت معي عبر سكايبي من بغداد، وأشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد السامري أستاذ القانون الدستوري، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا.